ياسين البريدي، تهانينا والناموس، تهنئة للمصرال وصباحكم خير على هذا الفوز والانتصار في هذا المهرجان الغالي. إخواني المتابعين، انطلق في هذه اللحظات ثالث أشواطنا في صباح هذا اليوم، ويسرني في هذه اللحظة أن أنقل الكلمة والمايك للزميل القادم من الوثبة سالم بن علي الحبسي. شكرا للزميل مطلق بن علي العنزي على التواصل. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا اليوم الثاني لهذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق ثالث أشواط هذا اليوم، وهذا الشوط الخاص أيضا بالحجائج الأبكار. المسافة المقررة هي أيضا 4 كيلومترات من خلال 15 شوطا التي رصدت في الفتاة الصباحية. نسير هنا مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، أيضا مع المقدمة والصدارة، والمركز الأول هنا خماسية على مقدمة الصدارة تتنافس من أجل الفوز والانتصار. ناخذ اللي أيضا تصدرت القائمة، هنا تأتي في المركز الأول وتسير بهذا الأداء كنز حمد بن محمد بن سعيد آل نابت المري، بينما الدخول على المركز الثاني من متعبة لمسعود بن سالم بن محمد الفهيد المري بدأت تتدخل على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعين الكرام سلهودة سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي، بدأ يتدخل على أيضا مسار المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر وصل أيضا شعار بن بطحان ليقدم هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. مشاهدينا الأعزاء، رسالة مانع بن مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري تدخل أيضا ليأخذ المركز الرابع. شعار البرنس وصل في المركز الخامس ليقدم انطلاقة مخوفة. جار الله بن طالب بن عقيل المري وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم على المرتبة الخامسة. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. أجد كنز لحمد بن محمد بن سعيد النابت المري هي من تأتي في الانطلاق الأول وفي الصدارة الأولى بهذا الأداء. بينما المركز الثاني وصلت متعبة على ثاني المراكز، مسعود بن سالم بن محمد الفهيد المري يصل، وسلهودة تدخلت من الزاوية الأخرى لياتي هنا. هذا هو الشعار مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي وصل القادم من ميدان غشابة بمدينة العين بوجه التحديد، ياتي هنا مع هذا الشعار وينطلق على المركز الثاني ليقدم سلهودة. المركز الثالث وصلت رسالة، بدأت أيضا تأتي أيضا بهذه الرسالة الواضحة لمانع بن مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري، أطلق لرسالة على المركز الثالث. انتقل مباشرة هنا إلى المركز الرابع والاسم القادم الإمامة لخميس بن حمد بن خميس البطيني، وصلت في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس شوفوا من القادمة، أيضا يبغى لها مراقبة، وصلت فعل حمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري، بدأ يتدخل هنا مع فعل واحدة من الأسماء القوية والعملاقة، ولكن كنز حد شاف لي كنز وين؟ الله 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 في الكادر الأول في الانطلاق الكبير في التحدي المثير. حمد بن محمد بن سعيد آل نابت المري يسير بهذا الانطلاق الكبير 1200. يا سلام يا كنز، كنز أيضا من الأداء الكبير، التحديات المثيرة مع كنز على الصدارة، على الانطلاق الأول، على الاندفاع القوي، على التحدي المثير، عينها أيضا على السيارة، عينها على مادة الزعفران، افتتحت بوابة الكيلو الأخير. الله الله، هذه هي كنز والعصف الأبطال ترقص أيضا أداء شحاني كبير يأتي في الفترة الصباحية من خلال هذا الانطلاق. مشاهدين الأعزاء، شوفوا من القادمة، شوفوا من المنطلقة، العاصفة سالم سعيد بن محمد اليربوعي المري أطلق للعاصفة هنا بسرعة فائقة هنا مع 700 متر الأخيرة. يا سلام يا كنز، كنز و
الـ600 متر، ولكن كنز على صدارة، كنز أيضا ترقص طربا وتعزف سيمفونية الناموس على الوتر الأول، تسير بهذا الانطلاق أيضا، ما شاء الله تبارك الله، بدأ الرقص هنا، بدأت من الانطلاق، بدأت من أيضا من البداية ومحافظة على المركز الأول، وهي تحافظ على الاندفاع الكبير. التوقيت الزمني أيضا في خطر. روح يا راعي كنز، حرك وروح. تهانينا من الأعماق، نزفها على ظهر كنز وإلى مالك يا حمد بن محمد بن سعيد النابت المري. سلام يا المري، سلام 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 على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أيضا إلى أهل الشحانية حمد بن محمد بن سعيد النابت المري. لحظات الوصول، التوقيت الزمني كما ذكرت أن في خطر بالفعل. كنز هي من يابت التوقيت. المركز الثاني العاصفة اليسار بسعيد بن محمد اليربوع المري. المركز الثالث وصلت فيه سلهودة أيضا السيد سلطان بن علي بن سلطان الكتبي. المركز الرابع كان الدخول فعل حمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري. المركز الخامس وصلت حاملة الرقم 34 مشاكل حمد والركاض بسالم أبو الركاض. تهانينا والناموس. هكذا كنز حاملة الرقم 50 ولكن تأتي بالمرتبة الأولى بالأداء الكبير والتحديات المثيرة. تهانينا والناموس هنا. التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، الإعادة من المخرج هنا أيضا من خلال هذا التواجد الكبير. كنز تأتي بالمركز الأول حمد بن محمد بن سعد آل نابت المري حيث قطعت المسافة وأيضا كسرت حاجز الست ما شاء الله. 5 دقائق 55 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني هنا. تقص أيضا كنز حاجز الست وتدخل في أجواء الخمس بالفعل. إذا هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الأفضل مع كنز. وهنا مشاهدينا الأعزاء تعتبر في هذا المهرجان أول بكرة تكسر الست بالفعل. المركز الثاني 6 دقائق 3 ثواني جزء واحد من الثانية اللي احتلت في المركز الثاني العاصفة لسالم بسعيد بن محمد اليربوع المري. بينما المركز الثالث وصلت فيه سلهودة أيضا شعار بن ميرين بالفعل لمان سلهودة سلطان بن علي بن سلطان الكتبي حيث قطعت المسافة 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء كنز أيضا تأتي بخمس دقائق 55 ثانية 8 أجزاء من الثانية. التوقيت الزمني الأفضل مع هذه الفئة العمرية. أيضا أنقل الكلمة إلى زميل